اخواتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وسلامه يا رب. اليوم ان شاء الله غنشوفوا مع بعضياتنا كيكه ديال الفينو اللي هي كيكه ممتازه لذيذه اخواتي، سريعه التحضير، ما فيهاش مكونات كثير كيف ما كتشوفوا، بحالها بحال جميع الوصفات اللي معتمده اللي دائما كتشوفوها عندي في القناه، انها وصفات اقتصاديه وسريعه وغير مكلفه كيف ما تشوفوا. هكا الفطور لينا ولوليداتنا، ولما لا كيبقى طبق حتى الضيوف، علاش لا، سريع ماذا كيخش لنا الوقت وما فيهش بزاف ديال المكونات، كيبقى اقتراح من بين الاقتراحات الموفره واقتصاديه. بلا ما نطول عليكم اخواتي، المقادير كما دائما تنقول لكم غتلقاوهم في صندوق الوصف، وما تنساوش اخواتي الزياره ديالي على مواقع التواصل الاجتماعي اللي حتى هي في صندوق الوصف، راه كاينين الوصفات مكتوبه ومصوره وحتى فيديوهات اخواتي. نقطعوا معنا واحد المورصو ديال الكيك اخواتي ونشوفوا كيفاش كيجي القوام ديال الكيك من بعد ما بردات لينا. حنا كنقطعوا بسم الله، كيف ما كتشوفوا اخواتي الكيك ديالنا كيف تيجي، كتجي شيشه، كتجي رطبه، وكتجي اسفنجيه، وكتجي رائعه، والمذاق ما نقولش لكم اخواتي كيفاش تيجي المذاق ديالها. شوفوا اخواتي كيف كتجي، كتجي ما شاء الله عليه، حتى المذاق رائع بمذاق الكوك. بلا ما نطول لكم اخواتي نخليكم مع الفيديو. بسم الله على بركه الله اخواتي، نبداو في تحضير الوصفه. عندنا هنا بيضه كما كتشوفوا، تكون ما كبيراش غير متوسطه الحجم. بسم الله، عندنا هنا نص كاس ديال السكر السنيده، دائما الكاس هذا هو اللي غادي نعبروا به في هذه الوصفه، اللي هو الكاس ديال العنب اللي معروف عندنا حنا، يعني كاسو عفوا نص كاس. وعندنا هنا الزيت حتى هو نص كاس، يعني مقادير راها قليله ماشي مقادير كثيره اللي غادي نحيروا فيها. عندنا هنا ياغورت يكون بالنكهه ديال الفانيلا اولا الموز اولا حتى بالحامض، انا غنديرو بالحامض اخواتي، انا مجرباه بهم ثلاثه، يعني بالموز وبالفانيلا وبالحامض، راه تيجي زوين في هذه الوصفه. عندنا هنا اخواتي غناخد واحد الرشه ديال الملح كيف ما دائما في الوصفات كنبغيو نهرسو شويه الحلاوه. عندنا كيس ديال سكر فانيلا او منسم لنكهه الفانيلا، نفس الكاس اخواتي اللي حنا عبرنا به الزيت وعبرنا به السنيده، فحنا كنعبروا به الماء، كناخذوا كاس واحد ديال الماء، الماء عادي يعني الماء ديال الشرب، ما دافي ما حتاج حاجه، الماء عادي من الصنبور، كناخذوا كاس ديال الماء. صافي كنخلطوا هاد المقادير مع بعضياتهم. بسم الله، كما كتشوفوا من بعد ما كنخلطوا هاد العناصر وكنحسوا بالسكر السنيده دار لينا، فهنا اخواتي عندي الكوك اولا جوز الهند المبشور، كناخذوا فيه واحد ثلاثه المعالق. بسم الله، ثلاثه المعالق كبار، ممكن اخواتي تعوضوه بجوج معالق ديال اللوز اولا ديال الكاوكاو اولا الفول السوداني، انا درت معاه ثلاثه المعالق. ثلاثه معالق اخواتي ديال جوز الهند اولا الكوك كتجي رائعه في هذه الوصفه، انا شخصيا كيعجبني الكوك على اللوز في هذه الوصفه. كنضيفوا هنا دقيق الفينو، نفس الكاس اخواتي اللي حنا عبرنا به واللي كنعبروا به دقيق الفينو. الفينو اخواتي هو هذا، ماشي السميده الرقيقه، كيكون دقيق الفينو اللي هو القمح الصلب. عندنا كاس ونص، كنديروا الكاس الاول، كنديروا كيس ديال خميرة الحلويات. بسم الله، وكنخلطوا صافي. من بعد ما خلطنا فحنا كنضيفوا نص كاس، يعني كاس ونص ديال دقيق الفينو كما كتشوفوا، نص كاس، وكنضيفوا معاه الكيس الثاني ديال خميرة ديال الحلويات، يعني جوج اكياس ديال خميرة الحلويات. اخواتي دائما كما كنقول لكم المقادير اولا المكونات غتلقاوهم في صندوق الوصف. صافي كنخلطوا الحلوه ديالنا اولا العجينه ديال الكيكه ديالنا، صافي كما كتشوفوا ما كتحتاجش بزاف ديال الخلط بحال باقي الكيك، غير كتخلط هكا ليا وسهله دغيا تتوجد في 10 دقائق، ها الكسكروت اولا الفطور عندنا واجد كما كتشوفوا، هذا هو القوام ديال العجين. كنجيبوا اخواتي هنا عندنا طاوله ديال الفرن اولا القالب،
اي شكل اختاريته، مربع دائري كما تشوفون. اختاريت هذا الشكل، فانا دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق الفينو. صافي كنصبوا فيه هذا العجين ديالنا، بسم الله. صافي من بعد ما كنصبوا العجين ديالنا كما تتشوفوا، حنا كنجيبوا اخواتي عندي هنا اللوز كونكاسي، ولا ممكن ديروا الفول السوداني، ولا ممكن ديروا حتى كاوكاو، اولا اللوز يكونوا بالقشره ديالتهم، يعني اللي متوفر عندكم في المنزل. انا غادا نديرو في الوجه هكا قبل ما طيب الكيكه ديالتنا. ممكن اخواتي ما ديروش، تخلو حتى طيب الكيكه ودهنوا الوجه ديالها وترشوه. انا غادا نديرو في الاول هكا. صافي غندخلو الطاوه ديالنا اولا الاناء ديالنا للفرن، راه دغيا تيطيب. النار تكون مهيله اخواتي بحال الشكل اللي كنطيبو الكيك، يعني تكون من تحت نار مهيله، راه يبانو لكم الجوانب هنا طابو، الريحه غادي تعطي بانها طابت. صافي كتقيسوها كتلقاو الوجه ديالها قصح، صافي كتعطوها النار من الفوق باش يتحمر ليها الوجه ديالها. وهذه هي الكيك ديالنا اخواتي، من بعد ما خرجناها من الفرن هي مازال سخونه. كناخذوا هنا اخواتي العسل اولا الكونفيتير اولا المربى اولا المعجون، ولا اخواتي الناباج اللي متوفر عندكم في المنزل. انا اخواتي هنا غناخذ العسل كما كتشوفوا، هذا العسل غدا ناخذو غدا ندهن به الوجه وهي سخونه، يعني ما تخلوهاش حتى تبرد، دهنوها وهي سخونه كما كتشوفوا. شرائح اللوز اولا اللوز كونكاسي اللي انا استعملته فهو دخل في العجين، يعني ما كيبقاش يخرج من العجين. كما قلت لكم بغيتوا تدخلوها تحت الطيب وتخرجوها ودهنوا ليها الوجه ديالها عاد باش ترشوا عليها هذا الفواكه المجففه، اللوز، قرقاع، بيستاش اللي متوفر عندكم في المنزل، اولا الكوك اللي ما عندوش اخواتي ممكن نرش حتى الكوك. اخواتي هذه هي الكيكه ديالتنا ديال الفينو، اولا الحريشه ديالتنا ديال الفينو، اولا اللي بغيتو تسموها اخواتي. كيبقى هكا اقتراح توفير وما كيخش لنا في الوقت، والمكونات كما كشتوها مكونات يعني بسيطه متواجده في كل منزل اولا في كل بيت. كنوجدوهم هكا الفطور السريع. انا شخصيا هاد الوجبات اولا الوصفات اخواتي اللي تيكونوا اولا الشهيوات اللي تيكونوا هكا سريعين وخفاف وما فيهمش القوام بزاف، هما المنقذين ديالي لضيوف الغفله اولا الفطور السريع اللي تيكون مثلا مع الصباح تتفيقوا ما تلقاوش الخبز في الدار باش تفطروا الوليدات، فهادو كيبقاو اقتراحات سهلين واقتصاديين وموفرين. وكما كتشوفوا حتى المذاق راه كتجي رائع رائع اخواتي، مذاق الكوك اللي حنا درناه فيها الداخل فهي كتجي رائعه. نخلوها اخواتي حتى تبرد كيف ما باقي الكيك، يعني ما تقطعوهاش وهي سخونه بحال الحرشه بحال الكيك راه كتفرتت. نخلوها حتى تبرد ونقلبوها في صحن التقديم، نقلبوها ونعاودو نقلبو لها الوجه باش يبقى هذا الوجه اللي فيه هذا اللي فيه هكا مزيان. صافي ونقدموها، نخلوها حتى تبرد اخواتي ونقدموها. هذه هي وصفه اليوم اخواتي، نتمنى تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. وما تنساوش اخواتي زياره المواقع التواصل الاجتماعي راهما في صندوق الوصف، وحتى المقادير اولا المكونات راه دائما في صندوق الوصف. وخليت لكم الراحه اخواتي، وما تنساوناش من اللايك والبارطاج، وشكرا شكرا بزاف على الكلمات ديالكم راه تنقراهم، وعلى التعاليق وعلى الدعم ديالكم. وشكرا بزاف على الاخوات اللي انضموا لي جدادات، فمرحبا بكم الف مرحبا عند اختكم خديجه ام حمزه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.